بس ادي الحاجات اهي من قريب اوريها لكم الانواع، علشان انا ما كنتش قادره اشيل. ادي مع بتاع الغسيل، وده صابون الايد تحطيه بقى في اي مكان، ريحته حلوه وجميله. في منه انواع كتير، اشتري الانواع اللي يعجبك اللي يعجبك. انا بجيب الانواع دي والحاجات دي اللي هي دي رجالي، دي حاجات لابني، وده بتاع الحمام، وده الشامبو، الشامبو والبلسم. الفاكهة دي، الفاكهة دي آسيوية فجميلة جدا وليها ومفيدة لكل حاجة، فعاملين بيها شامبو فقلت أجربه. ودوت الصابون المواعين اللي بقولكوا عليه ب$6، وده اللي بقى ب10، وده بقى ب3، الطقطقين مرة واحدة. وهي الغسيل برضو، الورق الحمام ورق المطبخ فيه زيادة حوالي $5 كل ورقة، كل كيس. فكل واحد يشتري الحاجة اللي هو محتاجها، واشتروا على قد ظروفكم، وهاتوا يعني كل واحد يعيش على قد ظروفه. ما تبصيش لأختك، ما تبصيش لخالتك، ما تبصيش لعمتك، ما تبصيش لجارتك، ما تبصيش لصاحبتك. كل واحد بيبقى أدرى بمصلحته، وهو عارف هو بيعمل ايه. وما تبصيش تحسدي حد، ولا تقولي ده فلانة بتشتري حاجات كتير، ممكن فلانة ربنا كرمها ومعاها وبتشتري حاجات كتير بس مش مبسوطة. كل واحد بياخد الـ24 قيراط بتاعه. يعني حتة الحقد والغيرة طلعوها من قلوبكم عشان الدنيا تعيش بسلام. وأقول لكم إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. يا مساء الورد والفل والياسمين على عيونكم. ان شاء الله النهاردة معانا حبة منظفات، صابون للمواعين، وصابون للغسيل، وشامبو، وصابون للايد، واللي بننظف والموزيق اللي بننظف بيه الحمامات. انا هقول لكم يعني خلاصه الاسعار، عشان في ناس سمعت فيديو النهارده بقول لك كل حاجه في امريكا رخيصه. مفيش حاجه في امريكا رخيصه، كل حاجه بتغلي ومولعه نار، وكل حاجه بتغلي ومولعه نار في كل مكان. وهنا بالاكتر بقت الحاجه اغلى من الاول، مش عارفه ايه السبب من ساعه كورونا ومش كورونا. وهنبدأ في بالأسعار. الصابون ده في حبيبتي متابعة من السودان بس عايشة هنا في أمريكا في ولاية تانية، قالت لي الصابون عند الوول مارت رخيص، فقلت طب خليني أروح أشتري. رحت اشتريت ده، كنت بجيبه من شهرين ب3 وي أو ب3 إلا، بقى ب6 وي، يعني الطاق طاقين. ده مواعين، ده صابون للمواعين، وده برضو من نفس الوول مارت كنت بجيبه ب4.5، جايباه ب10. الاسعار دي بالدولارات. ومن ساعة كورونا وانا مش لاقية النوع ده. النوع ده بنضف بيه الحمام، دوت كان عدتين كبار مع بعض عند الوول مارت، كانوا ب4 او ب3 وي. من ساعة كورونا وانا مش لاقياه عند الوول مارت خالص، فلاقيته عند درر تري فجبته، يعني دي الدولار وربع، فجبت منها كذا واحده. فمش شرط ان انا اوريكم الكميه كلها، انا وريت لكم واحده منها. ده حلو قوي للحمام، لما الحمام بيبقى اصفر او بيبقى فيه جير او حاجات زي كده بتحطيه وبتعمليه بالفرشه بتاعه الحمام، بيبقى نضيف وحلو. انا بنضف بيه مش الحمام بس، بنضف بيه الحمام، بنضف بيه الحوض، بنضف بيه البانيو، يعني بنضف الحمام كله عموما مش التواليت بس. موجود عندي درر تري، درر ما بقاش درر تري، بقى درر وربع. وده الصابون ده برضو صابون مواعين، لقيته عند المحل المكسيكاني ب$6. الحجم بتاعه كبير، بصوا الفرق ما بين ده وما بين ده اللي ب10. فقلت ايه، طب خليني اجيب، قلت خليني اجيب ابو 6 دوت اهو، قلت خليني اجيبه واجربه. فجبته وانا بحطه في العربيه لقيته مفتوح، فافتكر باين عليه كان مدلوق كده، فانا قفلته وحطيته في العربيه ومشيت، عشان كنت دفعت الفلوس وابني كان قاعد مستنيني، ما رضيتش اروح ارجعه.
ده ب6 دولار. قلت خليني اجربه واجيب الرخيص، كله صابون وكله بنستخدمه. ده صابون سايل بتاع الايد، تحطيه عندك في الحمام، تحطيه عندك على الحوض المطبخ تغسلي بيه ايديكي، هو حلو فيه للبكتيريا يعني، وريحته حلوة. ودوت انا كنت جايباه ريحته جميلة، هو بجوز الهند والفانيليا. كنت جايباه افتكر من 99، بس ال 99 برضه مبقاش 99، ال 99 في حاجات بتوصل بال50 وبال40 وبال60. وده شامبو رجالي 2 في 1، او في نوع تاني 3 في 1، وده في 20% اكتر اهو الفرق ما بين ده وما بين ده، ده شركة وده شركة، بس دوت انواع رجالي. ودوت شامبو، ده الشامبو وده البلسم بتاعه. فوجئت لما نزلت مصر عشان اشتري شامبو، لقيت بيقولوا لي ما الشامبو مش نفس نوع البلسم، ازاي هنا نفس نوع البلسم؟ فروحت جبت من واي واي دوت، بس ما عجبنيش يعني. من ساعتها شعري عامل زي الحاجة الشايطة وبايظ ووحش، وانا شعري من يعني الحمد لله الشعرية بتاعته ناعمة وحلوة وبيقع باستمرار. فاللي جبته في مصر خلاه بقى شايط، معرفش ايه السبب. وجبت ورق المطبخ، الورق ده بكرة كبيرة او كيس كبير موجود عند سام في محل الجملة، كان بكام؟ ب17 18 الكيس بحاله، مش عارفة الصراحة دلوقتي بعد كام، مش فاكرة السعر. بس انا ايه حبيت يعني اوريكم نوع منه، بس هو حلو يعني. ودوت ورق للحمام برضو كيس كبير، كان ب20، اخر مرة جايباه ب24، معرفش دلوقتي بقى بكام. في كذا كيس من ده، دوت من محل سام محل الجملة، يعني حاجاته حلوة ورخيصة، والورق بتاعه حلو يعني، مش ناعم، مش اللي هو الورقة اللي بتبوش بسرعة لا، وورق المطبخ برضو حلو وجميل اللي هو النوع ده. ده النوع ده افتكر الشركة بتاعته هو بتاعت سام. وجبت الجاروف دوت برضو من درر تري، درر تري بقى دولار وربع. وجبت الجردل دوت علشان خاطر ايه نعمل فيه اي حاجة يعني، لسه مش عارفة هنعمل فيه ايه بالظبط، بس هنعمل هنشتغل فيه مع بعض سوا. وجبت الريشة دي ولا الشرشوبة دي اهي، ودي كانت ب3 بقت ب6، دي العصاية بتاعتها، دي موجودة في محلات كتير قوي. وزي ما بقول لكم لما لقيت الحاجة غالية فبقيت هضطر اجيب انواع معرفهاش للغسيل وللمواعين رخيصة، زي مثلا دوت ده زي ما قلت لكم ب6، وحجمه ما شاء الله اكبر من ده ابو 10، وابو ده وده رخر ب6. بص الفرق ما بين دي ودي اهي، الفرق ما بين دي ودي، بصوا دي قد ايه وبصوا دي قد ايه، ب6. فبقيت اضطر اجيب ايه نستبدل يعني الغالي والرخيص علشان خاطر نمشي الدنيا، وما تجيبيش حاجات يعني ايه اللي انت مش عاوزاها، اشتري الحاجه اللي انت عاوزاها. فبالنسبه لدلوقتي، دلوقتي الناس بتجيب كل حاجه اللي هي الحاجه اللي محتاجاها، ما بيحدش بقى يجيب حاجه زياده. وجبت النوع دوت، الشامبو وقع، جبت النوع دوت للغسيل الهدوم. الصراحة انا اول مرة اجيبه هجربه، كان اللي انا كنت بجيبه كان ب15 ب14، بقى بكام؟ بقى بحاجة و20 والحجم صغير. اسبراي برضو الرجالي، حاجات الرجالي دي حاجات ابني، بس انا يكفيني جبتها مع المشتريات فقلت اوريها لكم. معلش الحاجة تقيلة على ايدي مش قادرة اشيلها. اهو ده الصابون بتاع الغسيل،
بتاع غسيل بتاع الهدوم، للابيض للالوان لكل حاجه. انا مجربتوش الصراحه قبل كده، بس يستبدل ايه، عشان كده بقول لكم ايه، الواحد بقى يستبدل ونجرب. شركات كتيره وحاجات كتيره هنا جدا، وايه وجربوا وشوفوا الحلو من الوحش، والحاجه اللي تعجبكم هاتوها. انا جبت دوت بس، مرضتش اجيب تاني علشان خاطر ايه، هو ده استخدمه يعني واشوفه الاول، عشان في حاجات بتعمل حساسية، في حاجات بتبقى مش قد كده، فقلت اجرب واشوف.